السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: ردود فعل غاضبة تجاه تصريحات واثق البطاط الأخيرة والتي هدد بها الضابط المسؤول عن اعتقال معمم إيراني. في عنواننا الثاني: استمرار معاناة أهالي محافظة ميسان جنوب العراق نتيجة الفيضانات التي طالت مناطقهم، وغضب من دور الحكومة السلبي. في العنوان الثالث: تظاهرات في محافظة البصرة جنوب العراق للمطالبة بتثبيت عقود موظفين ودفع رواتب آخرين. وفي العنوان الأخير لدينا: العقود المبرمة لإطعام الجيش والشرطة في العراق يشوبها الفساد بعد ثبوت فساد الطعام المقدم للعناصر. أهلا بكم. استنكرت عشائر الحمودي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة تهديدات واثق البطاط زعيم ميليشيا جيش المختار للضابط علي شياع، الذي قام باعتقال رجل دين إيراني متهما بتهريب مادة الزئبق. وحملت العشيرة البطاطة والحكومة مسؤولية أي شيء يتعرض له الضابط وعائلته. فنشاهد بيان لعشائر الحمودي بني مالك في البصرة. تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي تصريحات وتهديدات سيد واثق البطاط، وهو يتوعد أبنائنا بالانتقام لقيامهم بتأدية وتنفيذ واجبهم الوطني والقانوني والرسمي ومسؤوليتهم الشرعية والأخلاقية بحماية الوطن وثرواته وشعبه الجريح المبتلى بالأفاعي والتماسيح والذئاب البشرية التي تنهش بهذا الشعب وثرواته المستباحة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة في إيمانها وولائها الوطني. ولأجل هذا كله نطالب عشائر السادة البطاط في العراق كافة اتجاه موقفها من المدعو السيد واثق البطاط في قضية الرائد علي شياع سعيد القانونية والقضائية والعشائرية في حال تعرض أي من أبناء عمومتنا للأذى والاستهداف. كذلك نطالب الحكومة المركزية والمحلية لاتخاذ إجراءاته الفورية لردع كل من تسول له نفسه للدفاع عن المجرمين والخارجين عن القانون. نبقى في هذا الإطار، حيث قامت عشائر الحمودي وعشائر أخرى تجمعت أمام منزل الضابط الذي تعرض للتهديد من واثق البطاط زعيم ميليشيا جيش المختار. فلنشاهد. شقيق الرائد علي شياع قال إن أخاه خرج بواجب رسمي وطالب الحكومة بالوقوف موقفا رسميا أمام تهديدات البطاط. فلنستمع. ما يصير عمي، واحد لازم يفهم الموضوع. شنو الأمر؟ أمر بالنسبة للرائد علي رجال طلع بواجب من قبل قائد الشرطة، من قبل القضاة، وأمر تحري وأمر قاضي راح به، ما راح تايه بحده على السيد. ثانيا السيد اللي منكم شو أكو ناس معترفة عليه كاظينها، عندهم كريستالة وعندهم زيبق وعندهم أمور غير أمور، يعني ما جابوه تاي، هم جماعة المتهمين جابوه. زين، هاي ثانية. الثالثة، احنا ناشد وزير داخلية السيد عقيل القزعلي بأن اتخاذ إجراء لازم بالموضوع هذا. وبالنسبة الرائد علي رجل أمني وما يقبل لا برشوة ولا بأي أمر، هو حاط بحواسم عاليا، خاب عداك مرتشي، لا عاليا بحواسم حاط ومعروف رائد علي رجال شجاع وما يقبل على العراق بتاتا، ما يقبل. الله وكيلك ما عم تكفيك.
زين، وناشد دولة الوزراء بالموضوع هذا بحل النزاع بين علي وبين واثق البطاط وبين الحمودي، عشان الحمودي بن المالك. احنا ناس بالنسبه للسيد واثق البطاط بيران ويهددنا، اذبح عائلته، اسوي راسه طفايه، ايش سوى سوى؟ تعال هنا وسوى، يعني اكو علم عراقي، علم عراقي هنا موجود، دولة العراق هاي موجوده، شق الحلف شق. يقول كثيرون في هذه النقطة: كيف يمكن في دولة تقول إنها دولة قانون ودولة مؤسسات أن يخرج زعيم ميليشيا يتحدث ويهدد بهذه الطريقة علنا ولا يعاقب، والمهدد هو ضابط أمني ليس مواطنا عاديا، حتى يعمل في جهاز الشرطة أو في جهاز الجيش بشكل عام أو الجهاز الأمني بشكل عام، فكيف يمكن أن يهدد بهذه الطريقة علنا أمام الجميع والجميع يشاهدون ولا توجد تحركات حكومية قانونية لردع واثق البطاط أو غيره ممن أطلقوا تهديدات في السابق وربما سيطلقون في المستقبل؟ ننتقل إلى موضوع آخر، حيث انتقد مواطن من محافظة ميسان الحكومة في بغداد لإهمالها المتضررين من الفيضانات في المحافظة رغم مناشدتهم للحكومة والمرجعية، وانتقد اهتمام الحكومة بالمتضررين في إيران وتناسيها أبناء العراق. فنشاهد. ناشد الحكومة، ونحن الحكومة ما نعاتبها لأنه ما عتب الحكومة، حكومة عملاء تشتغل للدول، لا لهم علاقة بالعراق لا لهم علاقة بالشعب العراقي. بس هنطلعين الماي سلفة سلفانة إنه بجففونا إنه بغرقونا، والله ما عاد يصير السلفة. إحنا عملاء ناهد الناهد أول مرة رب العالمين، وناهد المرجعية، وناهد السيد مقتدى يقول غير يقول اتلحقوا شو اسمه أهل الموصل انقذوهم، خليجي ينقذنا إذا عنده قوة، خليجي ينقذنا. يو بس حشي جاعدين غدر وقلت هيا هاي خمس وزكاة والسلام عليكم حلال وحرام هيا هاي. ها شوفه شوفنا غطت الأم غطت ولا كلا غطت هوش نغط المن فرنا شيء هم أهم شيء إيران، كون إيران ما تغط هيا عم حرقوا نطوا النفط على الناس تطوا النفط تطوا الحوت حول الميزانية. أنت عدل عبد المهدي خشمك إيش كبرك حول الميزانية حول الميزانية لإيران ما أريد أبوي النفط أهل القرى في محافظة ميسان المحاذية لنهر دجلة يحاولون بإمكانيات بسيطة منع دخول المياه إلى قراهم بعد ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة وكسرها للسدة التي أقاموها، وذلك لمنع دخول الماء إلى البيوت والأراضي الزراعية. فنشاهد. ناطار الشط على السدة صوبيت شيء وبيت قطان ايه كذا كذا انا علي بس اصور فاضل انا علي بس اصور ما عندي شيء تستمر معاناة أهالي محافظة ميسان التي غمرت مناطقهم وقراهم مياه الفيضانات والسيول وتضررت بيوتهم وأراضيهم الزراعية وعدم إغاثتهم من الحكومتين المحلية والمركزية رغم وجود مرضى يحتاجون إلى نقلهم لأماكن آمنة. فنشاهد. شوف هاي الحالة يحصل إياها رحم الأبوك
هاي الحالة داخل البيت. يعني اقول شنو اللي المفروض احكي بهاي اللقطة؟ شاقول انسان مريض بالفراش معاق داخل البيت اللي مليان مي، شنو اللي احتاج اقوله مثلا؟ شعبر عمي لا تجيبه، لا تجيبه الله يخليك، لا تجيبه يروح يوقع الطفل. هاي صور حقيقية استبرق دشوفون بعينكم. لا إله إلا الله. أريد أسأل وأكرر وعيد نفس السؤال، أنا سائل الحكومة المحلية مالتنا وين على هالموضوع هذا؟ ليش يعني ما تجي؟ لا ما حد إجا، ما حد إجا نهائيا. شوف بعينك، شوف بعينك الماء طب جوا، هذا الحلال راح، الزرع راح، مكايننا راحت، أمورنا راحت، ما حد سأل بينا نهائيا. ثم تخرج قيادات الحشد الشعبي لتطلب تبرعات إلى المتضررين من السيول والفيضانات في إيران، ويهملون طبعا أيضا الحكومة لها دور في هذا الشيء، ويهملون ما يحدث للمتضررين في محافظاتهم العراقية الجنوبية وغيرها. تظاهر لمنتسبي دائرة المياه والمجاري في محافظة البصرة للمطالبة برفع رواتبهم التي باتت لا تكفي لدفع إيجار شهر واحد، وأيضا مطالبين بتثبيت العمال المؤقتين. فنشاهد. نبقى في إطار التظاهرات، حيث خرجت تظاهرة لعمال النظافة في بلدية قضاء المدينة في محافظة البصرة للمطالبة بصرف رواتبهم وأجورهم. ودائما ما يعاني عمال النظافة وعمال البلدية من تأخير صرف رواتبهم رغم أنها قليلة ولا تكفي لسد رمق العيش كما يقولون. فلنشاهد. ننتقل إلى موضوع فساد عقود الطعام المخصص لإطعام منتسبي الجيش والشرطة في العراق، حيث تحدث منتسب أمني عن استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم كبدل إطعام لهم، لكن المفاجأة كانت أن الطعام شبه تالف وغير جيد. فلنشاهد. السلام عليكم أخواننا الشرطة،
الدفاع والداخلية بشرفكم. قصة قصك 100,000 والساعة بالخمسة يجيبون لك الأرزاق. شوف الأرزاق، شوف الأرزاق عيني لها، شوف بشرفك هذا التمن حشر نعمة الله يا ذبل للحيوان ما ياكله. ريحه العفونية ما تتكتل، وحاط لك دجاجة يا قدات هي تقول ما تكتوك، وصمونة وعصير بربع دينار، والتكتلك التكتلك القوية المفاجئة المفاجئة القوية. شوف الشاي كفيك الله هذا بالأرزاق، وقصك بالشهر 90,000. والأكبر من عتها شوف المرقة، ثق بالله لا ذابين من عتها ولا مطلعين من عتها ولا يعني شو أقول لك، يعني شوف المرقة شوفها عيني لها عيني لها مرقة بوتيتة العزيز، وقصك 90,000. عمي ما أريد هي، ما أريدها قوة قوة، ما أريد عمي كل هالبصل تقول ما أريد هي. شوفها أشرفك، شوف التمن، شوف التمن عائلة عائلة بشرفك. أو شوف الدجاجة حاطها لك، الدم مالها كله طالع، وصمونة وعصير، وفرحان الساعة بالخمسة ومودي لك غدا. صلوات على محمد وآل محمد. وين لقيتوا يا عمو هاي؟ طبعا لهذا الموضوع نتيجة، تسممت مجموعة من شرطة البصرة بسبب وجبات الطعام التي تم توزيعها لهم بعد ثبوت فساد عقد الإطعام. فنشاهد. هي كله تسمم مال اكل القيادة، هاي الزلين كله من اكل القيادة، كله سميمة البارها. اهلا بكم من جديد. في الوقت الذي تتحدث فيه شخصيات كثيرة مسؤولة داخل العراق عن التقشف والاستغناء، وخاصة ما صدر من أحمد الصافي ممثل المرجعية في النجف والذي دعا الناس إلى تحمل الفقر، افتتح هو جامعة الكفيل الخاصة. دعونا نشاهد الصور التي وردتنا أو التي كانت منتشرة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. هذا هو أحمد الصافي ممثل المرجعية في النجف، وهذه هي الجامعة التي افتتحها، جامعة أهلية خاصة مكلفة بالطبع. فنشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. يقول محمد الشجرة: هذا أبو مو مهم تكون فقير بالدنيا، إش قد عنده فلوس من يعرف. أيضا في تعليق آخر أنور يقول: الله يعلم إش قد قصتها، تجارة باسم الدين وعلى أساس يهم رصانة التعليم، أهم شيء جيبه، يقصد أحمد الصافي. في تعليق آخر مغتربة في بلادي تقول: أولا العمايم إش جابهم على الكليات الأهلية، مع احترامي إلهم، شعافة والدين واتجهوا للاستثمار، مرة مستشفيات، مرة كليات، مرة لحوم ودواجن، شنو السالفة؟ شو صاروا تجار بكل الاختصاصات؟ في تعليق آخر لدينا سيف يقول: رجل المافيا الاقتصادية الأول في العراق، يدعو الناس إلى تحمل الفقر وهو يبني حتى سور الصين، يقصد أحمد الصافي. في تعليق آخر كاظم البصراوي يقول: كل شيء حاليا بالنجف وكربلاء باسم العتبة والكفيل، معامل الأسمنت ومعامل الصب والمستشفيات واللحوم والدواجن، واللي ينافسهم ينصك، أي يضرب يحارب يقتل، يعني لها كثير من المعاني. عمر يقول: ليش ما سويتها حكومية والتعليم بلاش يا سيد؟ لو ما همك الفقير، أهم شيء تحسب فلوس من الغني أو تسحب فلوس من الغني. كانت هذه التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. هناك غضب كبير من هؤلاء الذين يقال عنهم رجال دين في العراق أو مصنفون بهذا التصنيف، لكن يتخذون أو يتبعون وسائل أخرى كالعملية السياسية ومشاركتهم بها وإبداء آرائهم التي تغير
في كثير من الأحيان في العراق، وكذلك الجوانب الاقتصادية التي يستفيدون منها كما يقول المواطنون. نراكم بعد قليل. في فقرة الهاشتاج الموضوع عن واثق البطاط زعيم ميليشيا جيش المختار الذي هدد الضابط بقضية الاعتقال المعمم الإيراني لأنه كان يهرب مادة الزئبق. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. عباس المشهداني يقول: تهديد واثق البطاط لضابط في وزارة الداخلية يبين مدى الوضع الذي وصل له حال العراق. رفاة تقول: الاستهتار لا وطن له، من هو البطاط حتى يهدد ويتوعد عوائل بأكملها وينتقص من قدر أهل البصرة؟ البطاط له مكانة الآن في العراق ويلتقى به من الوزراء. فالح الشبلي يقول: لا ندري من الذي يحكم العراق، عميل إيران البطاط أم عادل مهدي؟ ليت الحكومة العراقية توضح لنا، ليتها تفعل. وفي آخر التغريدات لدينا باسم الأنصار يقول: المجرم واثق البطاط يهدد الأمن العراقي بسبب اعتقال معمم إيراني، خوش دولة. إذن كان هذا ما لدينا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.